ترجع انه بالبيت الواحد تلقى هذا واحد سنيه واحد طليعه، يعني واحد ديوانيه واحد حله. فاحنا هاي صراحه هاي المساله دمرتنا دمار، هاي المساله دمرتنا دمار، لان ابو الحله يتخوف من عندي بخاصه الانتخابات، وابو الديوانيه همين يتخوف من عندي، وضالين احنا عندنا طلاب يداومون من الديوانيه يداوم بالحله، ومن الحله يداوم بالديوانيه. بس اذا ترجع لها هي هم بيت واحد اثنيناتهم ساكنين بيت واحد. لا من حله ولا من ديوانيه، معانات عندنا كلش صعبه، كلش والله. حتى قلت لك حتى عمينا من الماي المالي، عمينا تغسل هدومك ورا اسبوعين ثلاثه كله يموعن ويطيح من الملح. غير هاي ما عندنا معانات غير هاي شغله الماي بس. ماكل بارحنا الحفر بدينا، ما لا الدوله ولا حكومه تحفر لنا، بارحنا الحفر بدينا، الحفر 20 متر يطلع مالح ويطلع كبريت.